يقوم بدراسة الأنماط الإجرامية. عنوانته بأنه محطة وثائقية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الدرك الوطني الجهوية والمحلية وكذا بقية القطاعات الأمنية من جمارك وأمن وجيش وكشافة إسلامية وبطبيعة الحال مع جامعة عباس الغروب. هذا الملتقى أساسا جاء تحت شعار رص الفجوات وحشد الطاقات أو حشد الطاقات ورص فجوات. الهدف منه هو إضفاء رؤية جديدة على الوعي التكنولوجي ومخاطره على الأمن البشري أو الأمن الإنساني.